مساء الخير يا امير. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا بيك، منورنا. الاهلاوي الكبير طبعا، ما اقدرش انسى. برج يا احمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، منورنا في السادسه. دكتور وفائي، مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ دكتور عبد الرحمن، ازيك؟ استاذ امير، حضرتك اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير ربنا يخليك. انا عارف انه انت زي نجوم الكره يا امير، يعني برضو في افلام اكشن وفي حركات وفي عضلات وفي اصابات بعد الف شر، يعني ربنا يكتب لك السلامه دايما. بس بالتاكيد برضو دكتور وفائي ودكتور عبد الرحمن كان ليهم دور كبير مع امير كرار. والله عايز اقول لك، انا متهيألي ان هم بيتعبوا معايا اكتر من لعيبه الكوره بكتير. يعني انا معذبه في حياتي، يعني انا بيلاقيني بكلمه كل شويه اقول له انا بايظ. فعايز اقول لك ان هو، بص، وفائي طبعا يعني شهادتي فيه مجروحه. وفائي ده اخويا، يعني مش مجرد دكتور بصراحه، انا بشوفه اجمد واشطر دكتور علاج طبيعي في مصر بصراحه، يعني. والوحيد اللي حل لي مشكله قعدت بيها سنين، اربع سنين في رقبتي وفي ظهري وعمود فقري واشاعات واسافر يمين واسافر شمال، والوحيد اللي فهم مشكلتي هي وفائي. بس طبعا انا مش هقول هي مشكلتي هي ايه، لان هو يعني انا وهو الوحيدين اللي عارفين ايه المشكله. المهم انك انت كويس وبخير دلوقتي. الحمد لله. وعايز اقول لك، يعني انا شايفه بصراحه الاثنين، مش انا اللي اقيم طبعا يعني، بس طبعا اضافه كويسه جدا لنادي عظيم زي نادي الاهلي وفريق كبير زي فريق نادي الاهلي بصراحه. وهو كتيم كله على بعضه كده بصراحه، يعني 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 مش هيتلاقوا احسن من الاثنين اللي معاكم دول بصراحه يعني. طبعا خليني اكلمك بس عن النادي، انا عارف انك اهلاوي كبير طبعا. يعني ما تزعلش حد مننا، انا بحب اللعيبه كلها. طب قول لي، يمكن انت ظهرت ليك صوره طبعا في الماتش اهي، كابتن امير كراره مع دكتور وفائي، وعارف انك انت كمان ظهرت في لقطه ثانيه مع كابتن خطيب. بيبو، يا سلام، هو في زي بيبو؟ يعني انا حضرت طبعا الماتش ده، وكان من الماتشات المهمه الجميله يعني بصراحه. وطبعا كابتن محمود الخطيب انت عارف، يعني انا بحبه جدا جدا. مصر كلها بتحبه يعني. طبعا مصر كلها بتحبه يعني. أيه. وربنا يكرمهم دايما كده، ويكرم الاهلي ويكرم كل الفرق، ويعني الدنيا كلها تمام. انت عارف، اصل وفاء عارف ان انا اللعيبه كلها اصحاب، سواء بقى اهلي او نادي غير اهلي، كلهم حبايب يعني. فربنا يكرم كل الناس، والمستوى يبقى عالي، ونبقى عندنا دوري محترم وكاس محترم، والناس كلها تبقى حابه بعض. انا عارف يا امير انه يمكن النوع ده من الدراما مش موجود عندنا قوي في مصر، او مش منتشر يعني في مصر، بس في اوقات كتير جدا يعني بنشوف بره في الغرب عموما، في هوليوود او في اوروبا، الدراما اللي هي مرتبطه بالسير الذاتيه الرياضيه، الابطال الرياضيين في مختلف المجالات، بوكسر مثلا او لعيب فوتبول او كده، بتتعمل كتير. لو في حاجه كده، مين الشخصيه اللي يحب امير ان هو يلعبها على السينما، في السينما او في الدراما؟ شخصية رياضية يعني؟ تحب مين كورة يعني؟ كورة أو غير كورة، حاجة تحس إنه شخصية محتاجة تتقدم للناس. والله عايز أقول لك، أنا خدت بالي من حاجة مهمة جدا. اتفضل. في أجيال في النص كتير جدا لعبت كورة وعملوا علامات كتير جدا، تمام؟ بس لحد النهاردة الجيل الصغير اللي عنده 7 سنين وثمان سنين برضه لازال يعرف محمود الخطيب أو يعرف بيبو. أيوه. أنت فاهم؟ فدي ظاهره غريبه بصراحه يعني، لان هو في اجيال كتير ما تعرفش الاجيال اللي طلعت في النص، وربنا يعني كرمهم، واللي بطل كوره واللي يعني. بس محمود الخطيب لحد النهارده كل الاجيال عارفاه، ومحمود الخطيب طبعا من العلامات اللي فعلا يعني انا شايف ان ده يتعمل له حاجه كبيره بصراحه يعني. انا بشكرك جدا وسعيد جدا ان انا بسمع صوتك، ونورتنا في السادسه امير. ربنا وبالتوفيق والنجاح دايما، تستاهل دايما كل خير. ربنا يكرمك. هو وفائي خلص بقى وعدي، عشان ايه؟ تعالى ايه، نقعد شويه. انا جاي نظبط الدنيا. اهلا بيك امير، نجم امير كرارة طبعا، بشكرك شكرا جزيلا.